أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.